السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كنتمنى من ربي تكونوا بخير وعلى خير، ومبروك عواشركم اخوتي، يدخليكم هاد سيدنا رمضان بالصحة والسلامة ان شاء الله يا ربي، باش ما كنتمناو. المهم كما كتعرفوا اليوم في اسبانيا رحنا صايمين، وغادي نشارك معاكم ان شاء الله الفطور ديالنا، وغادي يدير معاكم الوالده ان شاء الله اليوم الحريره وتشوفوا الطريقه ديالها والمقادير. هما هادو اخوتي، انا غلطت هنايا، عندنا جوج مطيشات اللي حكيناهم وبصله، وهنا عندنا واحد شويه ديال الكرافس والمعدنوس والقزبر، وهنا عندنا الكرافس كما كتشوفوا، هنا عندنا اللحم كل واحد على حسب الذوق ديالها، هو الحمص والجلبان وواحد الكاس معمرش ديال الزيت اخوتي. وبالنسبه العطريه عندنا هنايا واحد المعلقه صغيره ديال الكمون، ومعلقه كبيره ديال سكينجبير، واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، معلقه صغيره ديال البزار، وهنايا عندنا جوج معالق كبار ديال الملح، ومعلقه صغيره ديال الزعفران، معلقه صغيره ديال التحميره، وكنوره اخوتي. يعني الا بغيتو ديروا الدجاج ماشي مشكل، بحال الدجاج بحال اللحم. وبقاو معنا اخوتي، غادي نبداو ان شاء الله. المهم خوتي، هي غادي تبدا الوليده ان شاء الله. بسم الله، هي درت اللحم والحمص، المطيشة والبصلة، كما كتشوفوا العطرية كاملة دارتها. والزيت حتى هو ما تنساش اما ايه، ونسيت نقول لكم راس الحانوت، هيا غادي تشوفوا اما شحال غيدير، معلقة كبيرة ما عامراش. والزيت كما قلت لكم كاس معمرش ديال الزيت. وبقاو معنا اخوتي، والكنوره ما تنساوهاش حتى هي، دور غادي ندفعوا هادشي طيب ونولي معكم ان شاء الله. المهم اخوتي كما كتشوفوا، ما هي تقلي هنايا، وشكون ما يعرفش يدير الحريره، راه الحريره اسهل حاجه اخوتي، غير دفع وطيب. ايوا، ونتمنىكم تقبلوا علينا. ودابا غادي نحضر معكم ان شاء الله حتى الحوت، باش تشوفوا الطريقه ديالي ديال الحوت. وبقوا معنا اخوتي، غادي نقلى هادشي شويه ونولي معكم ان شاء الله. المهم خوتي وخواتاتي، كما كتشوفوا هادشي راه ينقلى مزيان، واحد شويه ونديروا له الماء، الماء خاصه يكون سخون مزيان. وبقوا معايا اخوتي. المهم خوتي، ها هي غادي دير الماء، والله خوتي ماشي لقاش ديرها ما ولا، والله الا كتجي واحد الحريره نزيدها تبارك الله. نتمنىكم تقبلوا علينا. نسينا نقول لكم اخوتي، حتى الليم غادي ندير واحد النص ديال الليمه، فيرها من هنا ايوا. وبقاو معنا اخوتي، درك غادي نبلعوا الكوكوط ونخليوها طيب، ومن تكون واجده ان شاء الله نوليو معاكم عاوتاني، باش راكم عارفين خاصنا نديروا على الطحين والماء. وبقاو معنا اخوتي. المهم اخوتي وخواتاتي، كما كتشوفوا هنا راه عندنا المطيشه مع القزبر، هما لا مع القزبر، واش درتي فيها تما؟ صافي، غير المطيشه والقزبر. وهنا عندنا الشربه، وهنا كما كتشوفوا هو الطحين راه ماشي مشكل، هذاك واحد القصب شويه ديال القزبر راه طاح لينا تما، هذا الطحين والماء خوتي. ونبداو ان شاء الله يا ربي. المهم كما كتشوفوا ها هي درك غيدير الشربه، والمطيشه
كما كتشوفوا خوتي، شوفوا اللون كي راه يطلع دركا، وغادي ودير في الطحين. وبقاو معنا خوتي وما تمشيو فين، ونتمنىكم تقبلوا عليا ان شاء الله يا خوتي. المهم خوتي وخواتاتي، كما كتشوفوا هي الحريره ديالنا وجدت، كنتمنى من ربي تقبلوا علينا وجربوا، راه ساهله خوتي ولذيذه بزاف، والله الا لذيذه. وسمحوا لي اخوتي ما صورت لكمش الحوت، حتى الفيديو جاي ان شاء الله نصورها لكم باش تشوفوا الطريقه ديالي. وعواشركم مبروك اخوتي، تدخل عليكم الصحه والسلامه ان شاء الله يا ربي باش كما كتمناو. وبسلام عليكم اخوتي، وهاني خليت لكم هنايا الصوره ديال الحريره باش تشوفوها كي جات. شكرا اخوتي، سلامه.